أطلقت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الأحد موقع الحجز لاستقبال المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح كورونا الصيني، موضحاً الشروط الواجب توافرها في المتطوع للمشاركة في التجربة. وتأتي المشاركة المصرية خطوة إيجابية وفعالة لنجاح الدراسة في المنطقة وبيان دور مصر الرائد في مجال البحث والدراسات السريرية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح كورونا المستجد، كل هذا في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعلية أي منهم.